هذه المؤسسه كانت الجمعه اللي فات توصلنا بدي تسجيلات صوتيه من المعلمات تيقولوا لنا بانهم غادي يضطروا يقطعوا التعليم عن بعد. هاد الواجب الوطني اللي نورمالمون ما خصوش يتقاس، ما خصوش يتم المساومه به، غادي يقطعوا بدعوى بانهم ما توصلوش بالخلاص ديالهم ديال شهر 3 وديال شهر 4، ساشون كو لي بارون راه كاين اللي خلص لهم العام كله، كاين اللي مخلص الواجبات ديالهم كلهم مو 3، راه اغلبيه ديال المدرسه راه تتخلص الواجبات ديال الشهر، يعني في بدايه كل شهر، بدايه كل شهر تتخرجوا قبل، يعني في بدايه كل شهر حنا مخلصين الموا 3، مخلصين يا جميع الموا، اضافه الى ذلك اننا مخلصين الموا 6 كوم افونس، مخلصين الموا 6 كوم افونس، مخلصين لي زاسيغونس ديالنا، مخلصين لي بخي دانسكريبسيون، مخلصين كل شيء. تنتفاجئوا ثاني بواحد الاوديو اخر تيجينا من عندهم، تيقولوا لنا بان راه كاينين بعض الاباء ما خلصوش من 9 ديال 3، خصهم يدوزوا يخلصوا في هذا الوقت هذا الراهن. وان هذا نورمالمون هذا الى تيبين على 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 التسيير ديال المالي ديال المؤسسه كيفاش تتصرف، وان راه تتسلى الاباء واحد المبلغ ديال المال، دونك هي تتسلى ناقصه هذا المبلغ في لاكيس ديالها، تنتسائلوا كيفاش غتكون جوله الخدمات في هذه المدرسه. اضافه الى ذلك تتقول لنا بان الشهور ديال الحجر الصحي 4 و5، الاباء راه معفيين من ترونسبور ومعفيين من لي فخي ديال 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 لا كونتين. صراحة اوني شوكي با هاد لو ميساج هذا، لأنه السيدة اللي قالته تتعبر على النظرة اللي تتنظر بها للآباء، الآباء بحال تتستغفلهم أو لا تتجعلهم ساذجين. حنا هاد الخدمات الثانوية أوتوماتيكمون ما تبقيناش نهضرو عليها، حنا تنهضرو على الخدمة البرانسيبال وهو الدروس، والدروس عند الدعم، وحنا جينا اليوم باش نهضرو على جوج نقاط معاهم، الدروس عند الدعم وتجويد الدروس عند الدعم اللي هما صراحة ماشي في المستوى، ولان المدرسه ما مونكاجياش في هذه المساله هذه، لان المدارس اخرى تتقوم بالتعليم عن بعد باحترام واحد لومبلوا دي طون، كل حصه بحصتها اوكي. ونجينا باش نيغوسيو معاها بشهر 4، لان ماشي من حق مؤسسه ساده زيرو كونسوماسيون زيرو ايفور، وطالبنا باننا نخلصوا ليها كامل شهر 4 او شهر 5. هذه المسألة غير منطقية، لأن هنا حنا في منطق تجاري، الخدمة مقابل الأجر، ما كايناش خدمة ما كاينش أجر. حنا آباء وأولياء التلاميذ ديال الدراري اللي كيقراو في واحد المؤسسة تعليمية هنا في الحزام الكبير في الحي المحمدي. المشكل اللي عندنا مع هذه المؤسسة هو أنه من نهار بدا الحجر كان واحد الأسلوب ديال التعليم عن بعد اللي ما كناش راضين عليه، ورغم ذلك كنا صابرين وما عمرنا كنا تشكينا ولا قلنا شي حاجة. علاش؟ لان اغلب ديال المؤسسات كيتواصلوا الاساتذه مع التلاميذ ديالهم عبر خدمه الواتساب ابيل فيديو، حنا كنتواصلوا غير بالتصاور، وحنا اللي كنقريو وليداتنا، وحنا اللي كنبذلوا معاهم مجهود. الو نهار الجمعه اللي فاتت توصلنا برسائل مكتوبه تيقولوا لنا فيها انه خاصنا نتوجهوا للمؤسسه ولا المؤسسه البنكيه باش ناديو لهم الواجب ديال شهر 4، والا راه غادي يوقفوا علينا التعليم عن بعد. حنا هذا هو الشيء اللي خلانا نهبطوا هنايا ونديروا هذا الاحتجاج هذا. علاش؟ لاننا من بعد ما فتحنا الموضوع مع رب المؤسسه اللي مول شكاره كيعرف غير الفلوس، ملي جينا نهضروا معاه قال لنا انا ما غاداش تغلبني هذيك اللايف باش نديرها معاكم، ولكن انا مراعاه مني لشي اباء وشي اباء واولياء ديال التلاميذ اللي ما عندهمش الويفي في الدار. يعني انت كتفكر لهم وكيفاش غادي يدير تيتوصل بالواتساب الا ما كانش عنده الويفي؟ يعني نورمالمون سواء درتي الفيديو ولا رساله نصيه راه غيتوصل بها الى الشارجه. يعني هو كان كيفكر شحال غادي يجني منا وبدون انه يبذل شي مجهود في التواصل مع التلاميذ، لان ولدك مني كتريح معاه تبغي تقريه راه ما كيعطيكش ودنيه وما كيركزش معاك كيف ما الا شاف الاستاذه ديالو. وبخصوص ديال الواجبات ديال التامين، حنا عاد بالنا باللي راه مادي الواجبات ديال التامين اللي كتكون مع لي فخي دانسكريبسيون. اذا به كنتفاجئوا حاليا انه حنا كان من المفروض نتواصلوا بواحد لوغوسي كيقول لنا باللي شكون هو المؤمن ديالنا اللي نقدروا نتوجهوا ليه في حاله اي طارئ وقع، لا قدر الله شي وليد وقع عليه شي حادثه ولا شي حاجه، فاذا به كنشوفوا راسنا بحال تنصب علينا، كتادي واحد الواجب اللي ما كتستافدش منه، ما عندك لا غوسي لا والو، كتادي واجب ديال التامين، شكون المؤمن ديالك؟ هو الله سبحانه وتعالى. يعني لو قعد لك شي حاجه منك الواد هز ولدك ودي للسبيطار تكلف به نتايا، مع العلم ان واحد المساله اللي ما عمرنا كنا تناقشنا فيها
وهي الاكتضاض ديال التلاميذ داخل الاقسام. نورمالمون مؤسسه خصوصيه كتادي على ما خصش العدد ديال التلاميذ يفوت 18 في القسم، باش الاستاذ يقدر يتواصل معهم ويقدر يخدم مع كل واحد على حيده ويعرف المستوى ديال كل واحد فين واصل. فاذا به انا ملي جيت نسول الوليد ديالي قال لي حنا راه 24 تلميذ في القسم، وكاينين شي اباء هنا اللي سولناهم قال لك شنو كاينين شي اقسام اللي واصلين 30 تلميذ، كيفاش غادي يدير هذا الاستاذ هذا حتى غادي يبدل ولا يخدم في واحد المجال اللي هو صحي بالنسبه ليه بدون عناء وبدون ما يتحمل فوق من طاقته باش يقدروا التلاميذ يستافدوا كاملين.